حريم نهائي ويركز في مستقبله ويتوب من النهارده او من بكره. احتياج كتير قوي بالنهار، صعب عليا والله جدا. تعبوا قدام المرايه وتقفوا بالاربع والخمس ساعات وفي الاخر احنا بنبص في اماكن تانية خالص. الساعه كام؟ اكرم ابن مدام موسي يشرفني في اي وقت. تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه. حضرتك انا كنت مقدم على كارد من سنتين. في ايه يا ابني؟ ايه وانا لحقت اقول كلمه؟ ادخل. محيي بيه استاذ اكرم ابن مدام بوسي بقى. خليه يتفضل بسرعه. حاضر. عارف اللي جاي ده بقى؟ بقدم على قرض عشان المشروعات الصغيره. مساء الخير يا استاذ محيي. اهلا اهلا. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا غالي ابني الغاليه. أمرني. والله انا اكتشفت حاجه معينه كده، وهي ان احنا بنجيب البطاريه لما تخلص نعاد عادها فتشتغل عادي جدا. يا راجل برافو. ايه ده؟ الورق معاك؟ معايا. اتفضل يا فندم. العضله بتشتغل تاني وفي صور كمان مرفق بصور للعضله. يعني انت بصور العضله. مبروك. سلم لي على مدام بوسي. شكرا يا استاذ محي. مبروك عليك يا حبيبي. شكرا. معلش شرفت. شكرا. مع السلامه. شكرا. جري يا ابني. هو انا ما وريش غيرك النهارده؟ معلش استحملني شويه. طب اتفضل اتكلم. خلصي قول. دلوقتي بدل ما اطفالنا متعلقين بالمكعبات الاجنبيه، انا بفكر يبقى لينا مصنع ونعمل مكعبات مصريه فيها شكل البلد، اخلي الاطفال تتعلق بمناظر البلد. يعني ده مثلا شارع المعز، ممكن اعمل الهرم والاثار وكده. المشروع ممكن ينتشر في كل البلاد العربيه بحيث ان كل طفل يتعلق بحضاره بلده. لو يتعلق الطفل فين؟ ما اقولش عليهم فين. انت جاي تهزر؟ يعني مشروع المكعبات والمجهود ده كله مش عاجبك، والعضعضه ده اللي عاجبك؟ مش فاهمك. ده مشروع مبتكر، هو بس ناقصه قرصه صغيره وهتشوف المشروع بتاعه. ما هو التقريص ده بقى هو اللي جايبنا ورا. سيداتي آنساتي سادتي، أحمد شوبير يحييكم من استاد القاهرة الدولي. ومباراة في الأسبوع رقم 23 في الدوري الممتاز، مباراة تجمع ما بين الزمالك والمقاصة. لجنة الحكام النهاردة اختارت الحكم الصاعد حمادة عين العقل لإدارة هذا اللقاء. مباراة في غاية الأهمية لأن الزمالك بيحاول يلحق بقطار المنافسة مع النادي الأهلي غريمه التقليدي. بهزر معاكم. فك اليوم كده، مش عايزين توتر خالص والنبي النهاردة يا جماعة. كأننا جايين عيد ميلاد، انا ممسكني صفاره، مفيش اهيف من كده. خلاص يلا، انت خد الارض وانت خد الكوره، ويوم هيمشي فله. ايه اللي جاب الحكم ده هنا؟ ده مفيش ماتش بيحكمه غير لما يبوظه. مجلش حاجه. شكرا الله سعيد. اتمنى ان شاء الله مباراه طيبه لكلا الفريقين. انا ما شفتهاش للامان، انا ما شفتهاش. فانتوا تراضوا بينكم وبين بعض، اوصلوا القرار وبلغوني يا صفر. ده يا كابتن انذار. يا كابتن انذار. يا كابتن عمره ما كان عنده شخصيه. بص انا اديكوا ضهري، ما شفتش حاجه. كملوا لعب يلا. الحقيقه كده بوضوح الحكم ده ضعيف الشخصيه جدا، متوتر مهزوز. واعتقد انه خطا كبير جدا من لجنه الحكام ان يدوا لحماده عين العقل هذا اللقاء. لقاء كبير بين الزمالك. العظيم ظلم. حكم غريب جدا. حماده عين. يا كابتن. ودي كوره واضحه جدا، ضرب من غير كوره. وفعلا برافو على الحكم حماده عين العقل الرايق، بيطلع الكارت الاحمر. ضربه جدا. بص على المدرجات. ايه ده؟ ده رجع في كلامه في الكارت الاحمر. ما خلاص شاف انها تحتاج كارت اصفر، بيطلع كارت. ده لغى كمان الكارت الاصفر، ده كمان بيعمل اسقاط. اسقاط بما يرضي الله. يلا العب 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 يلا احسن. ايه ده يا كابتن؟ حرام والله. بقول لك ايه لو سمحت، هو مين ومين؟ مين ومين؟ اتفرج يا عم اتفرج. تعبت.
تعد يا جماعه بتبقى بني ادمين. لا 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 لجنه حكام ده احنا هنقيل لجنه الحكام عشان خاطر الحكم ده يا جماعه مختل عقليا ما عندوش فكره من الاخر. بالله عليكم لو حد فيكم شابه في الشارع لو سمحتوا يعني هعمل فيه ايه؟ اظن هيقلع اللي في رجله وبلاش اكمل. هو فين شوبير ده بقى؟ شويه ده احنا بنحبك يا جارة. انت مين يالا؟ ايه يا كابتن ما فيهاش حاجه يا كابتن. يالا انت ده الحكم وصل ده الباشا واخد كوبايه شاي يا جماعه بقى يشرب شاي في المايه. نسمع بعض نسمع بعض. انا اسف كنت بجيب شاي انا مصدع جدا فانا اسف ما شفتش الكوره. بالراحه بقى. والله العظيم الواد حماده ده واد زي الفل بس هو محتاج قرصه صغيره بس كده ولا احنا عشان غلابه يعني. اللي زي حماده ده لازم يتحاكم ويتسجن. ضرب الجزاء يا كابتن. ضرب الجزاء على الزمالك يا كابتن. والله على الكوره يا كابتن. طب انا هوريك بقى مين اللي هيتسجن. ما ينفعش ترجع فيها. انا شفتها يا كابتن. انا ما شفتهاش. طب وضمير؟ طب والمستشار؟ هنروح في داهيه يا كابتن. انا شفتها. سيب يا ابني الحشيش ده بتاع الكابتن شوبير. انت حشيش ايه؟ اطلع تودينا بده احنا على الهوا. امشي امشي على الهوا وانا هسيبك. واتشاطط وبيصد الحارس. يا سلام يا سلام. الله 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 الله. بتهبط في الحكم وتدخل جول. مهزله 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 تحكيميه. مهزله تحكيميه. بص بقى جمهور الزمالك من الاخر. والله الحكم حلوة. ده ساكن في اول شارع في ايه ده انت هتقول عنوانه كمان؟ هتقول عنوانه ليه؟ ليه؟ انت انا المايك يا ولد عهده. الله يخرب بيتك. ده متنكر يعني الناس دي مش هتعرفك؟ لو انا اهبل يا ابني هي دي اول مره اعمل حسابي طبعا اهو. معلش يا وليد انا هتقل عليكم اليومين دول حاجه تتوع عندكم كده لان انت عارف الجمهور ده زي كل مره هيطلع يستنانا عند شقه فيصل. ده بيتك يا ابني ولا يهمك. على ابو شكلك على ابو اليوم اللي اتولدنا فيه مع بعض. خميس ايه وزفت ايه؟ مزواج قوي يالا انت وليد. انا حاسس ان انا مستقبلي على المحك وقربت انتهي. مستقبلنا هينتهي حالا لو ما اتحركناش دلوقتي. دور واطلع. يا لهوي. يلا يلا انزل زق. انا متنكر مش هينفع انزل. بسرعه ماشي يا عم هوجن نازل. بقول لك ايه والنبي ممكن زقك؟ ما احنا لو اتنين بوزز كنتوا ساعدتونا على طول. صعبان عليا نفسي قوي. امال انا اقول ايه؟ اقسم بالله انا ما مصدق. معقول البقسماط يوصل للسعر ده؟ بقسماط؟ ما غليش؟ انت يا ابني كبير يا ابني. يخرب بيتك. بقول لك ماليش نفس اعيش، ماليش نفس اكل، ماليش نفس اعمل اي حاجه اصلا. انت بتاكل اهو. بقول لك ايه؟ تفتكر امك شافت الماتش؟ مصر كلها شافت الماتش. ده انا استنى عندك انت وهو. انتوا هتفضلوا تافهين وعيال صغيره كده لحد امتى؟ انا تعبت منكم، زهقت، قرفت. وانت ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ انا اصل اتحاد الكوره كان جايب حكم مكسيكي واعتذر في اخر لحظه فانا انقذت الموقف. اتحاد الكوره وقفك وانت جاي تترمي هنا وتستخبى. انا ليا مين غيرك يا اختي يا حبيبتي يا توأم روحي. يلا تعالوا ساعدوني. ده ايه ده فوزير دي ولا ايه؟ لا ده مسلسل اطفال تبع صوت القاهره. حسب اوعى حد يدوس على ديل. عارفين عارفين حافظين. حسب على ديل امك يا وليد. يلا يا ولاد بقى خلصوني وشيلوا البتاع ده. عايز ادخل الحمام بقالي ساعتين. ساعتين؟ طب حسبي بقى. نيل لقيت شغل ولا لا؟ ما انا قدمت على قرض واترفض. قرض المكعبات يا ابن الهبله. اسوأ حاجه اسوأ حاجه لما خنجر الاحباط يجي من اقرب الناس ليك. انتوا طايرين معايا كده ليه؟ وليد اتكلم مع امك بقى ادعب يا ولد. الله الله لما بتتكلم معاها كده وخالك موجود
امال في غياب بتعمل ايه؟ خد يا تعال ايه عايز تعال بس كنت والله العظيم ثلاثه هيتقبض علينا باللي احنا لابسينه. انا نقعد ساكت فيه طبعا. انا محتاج اقول لك ان احنا عشان حضرتك الكلام ده احنا بنعمل طعام. يا ابني حد البدله يا خوانا وليد وحماده افشل اتنين شفتهم في حياتي ظباط. هيثم راضي يخرب بيتك زي ما انت يالا، بس انا برضو عرفتك رغم اللي انت لابسه ده. ايه يا عم انت شايفني منطق؟ ايه ده يعني انت مش متنكر كده؟ معقولة؟ هو ده وليد جمال؟ أنا مش مصدقة اللي أنا شايفاه ده. هاي هاي أهلا، إحنا نعرف بعض؟ يعني أنا ريم. ريم سوري يا ريم مش فاكرك خالص والله. ريم إزيك يا ريم؟ عاملة إيه؟ ريم المدرسة إزيك يا ريم أخبارك إيه؟ بس ما شاء الله انت يعني طول عمرك حلوه طبعا، بس يعني حلاوتي زياده. ميرسي. ازيك يا حماده؟ ازيك يا ريم عامله ايه؟ هاي حماده ازيك؟ ايه ده بتعمل لا انشانتي. هو انا مبسوطه ان انا شفتك، بس انشانتي دي ممكن نشتغل عليها شويه؟ لا الفتره اللي جايه نشتغل عليها طبعا. جدا شايفه. بس انا مستغرب جدا انتوا ليه لابسين عادي النهارده؟ عادي يعني اكيد مش هنروح نشوف صحابنا لابسين فستان سواريه لا يعني خروجه كاجوال وديش بارتي، فاكيد هنلبس كده. ديش ايه؟ ديش بارتي؟ يعني حفله تنكريه؟ امال ديش بارتي يعني ايه؟ ديش بارتي يعني كل واحد بيجيب اكله معاه. ديش يعني حفله وبارتي يعني تنكريه. انت ورطتنا كده على فكره. اسالها بس يا لهبل. طب اسالها يا ابني. اخرس يا ابني، يا ابني قلتهم على وشي قدام الناس بقى. ازيك يا ريم؟ انا مخضوضة بصراحة قوي، يعني ما تخيلتش ان انتوا هتتخرجوا وتبقوا ظباط. لا مش اي ظباط، انا لسه شايفهم ماسكين اتنين حرامية قدامي. عاش يا رجالة. يعني ايه موضوع ظباط ده؟ احنا لازم نصحح المفاهيم. لا ظباط. عن اذنكم ثانية. حبيبي يا هيثم، وانت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبي كله تمام. الحمد لله. وانت اخبار خطيبتك ايه بتاعت زمان؟ لا ما خلاص. احسن يا عم، ده خطيبتك دي كل الجامعة يعني عدت عليها. انا اقصد خلاص اتجوزتها. ولا وليد رايح فين؟ لا 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 ما تسيبنيش وليد. وليد لا 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 لا، انا سامع ان لينا بتعيط. بتعيطي ليه؟ لا ولا حاجه، موضوع شخصي مش حاجة. يا بنتي ولا حاجة، قولي له ده وليد اخوكي يعني. موضوع شخصي عليا انا، ده انا وليد يعني اخوكي بالظبط. ولا حاجة، هو الموضوع بس ان انا اتطلقت من سنتين، بجد الوحدة بقت صعبة قوي، بقيت خايفة اختار غلط او اضعف مع راجل غريب. وغريب ليه؟ امال اخوكي بيعمل ايه؟ اضحكي بقى كده. خلاص انا هسيبكم واروح اصلح الميك اب بتاعي. مفيش اجمل من ايام المدرسة. عارف يا وليد بصراحة انا كنت زمان بتجنبك شويه، عشان كنت حاسه ان انت واد صايع كده وفاشل، وعارف الناس اللي بيقعدوا 10 سنين في الجامعه من غير ما يتخرجوا. وبعدين لما شفت صورك على الفيسبوك يعني حسيت ان انت لسه فاشل. طب ما هو فاشل فعلا يا ابني. ناجح؟ ناجح. ناجح وفعلا ناجح. على فكره انا مش زعلان منك خالص، لان في السن ده الشباب بيبقوا مراهقين شويه، انما دلوقتي معاكي النقيب وليد جمال. اهلا اهلا بيك. اهلا بيك. ايديكي
بشوات مصر منورين المكان والله. حبيبي ده هدية وكمبليمو من المكان. ألف يعني. ألف شكرا. أنا بحب طعم الكمبليمو جدا. شكرا فندم. اتفضلي. ميرسي. أستأذن حضراتكم بس يعني لو تدوني كارت لحسن وأنا راجع بالليل الكمين بيعفقني والله. والله وإحنا هنديك إن شاء الله الكارت بتاعنا. قول لهم حماده لو في حاجه قول لهم حماده. سلام على التواضع يا فندم. قول لهم حماده انت سيب بس الكارت بتاعي اسمعني على البوكس بس. على فكره كيلاني جاي. كيلاني؟ ايوه. لا بتهزري يا ابن اللعيبه. كيلاني جاي زينا. الواد ده وحشني جدا ما شفتوش من ايام المدرسه. ازاي انا تخيلت ان انتوا اكيد شفتوا بعض. ما هو هو معايا والمباحث المعادي. ايه ده كيلاني طالع معاهم مباحث المعادن؟ انا اسف جدا والله. ما انت حر انت تعمل اللي انت عايزه. طب انا اقدر اشوفك ازاي؟ بتخرجي تروحي فين؟ رقمك؟ هبعت لك نمرتي على الفيسبوك. وانا كل يوم من 6 ل 9 في مسرح العرايس. بتعملي ايه في مسرح العرايس؟ اما تيجي بقى تبقى تشوف بنفسك. عامه يعني انا سعيد جدا ان انا شفتك. وانا كمان. ورجعنا اتكلمنا تاني واحنا لازم نمشي على احسن الكلام يقفشنا. لا يعني نمشي عشان ما نعطلكيش بقى ونسيبك لاصحابك. يلا مع السلامه. باي باي. باي باي. سلام. باي باي. يلا بقى. يلا بقى. بقول لك ايه يا سياده الرائد؟ انا قسما بالله ما قالع البدله دي تاني طول حياتي. انت مجنون يا ابني؟ عبيط. دي جريمه. انت حال شخصيه. ولا واكل معايا الهري ده كله. انت يا ابني ما شفتش نظره الاحترام في عيون الناس لينا اول ما دخلنا؟ ولا انت خلاص حبيت التهزيق يا حكم يا مهزء؟ وليد! انا مش مهزء يا وليد. انت فاهم؟ وبكره لما الحقيقه تنجلي والحقوق ترجع لاصحابها هتشوف الغزال وهو راشق في ارض النجيله وبيرمح زي الرهوان. ما تشككش في نزاهتي يا وليد. لا يا ابني يا غبي الموضوع مش فيك انت. الناس اصلا بتشكك في نزاهه حكم البلاي ستيشن. هيصدقوك انت يا معفن. اطلع. عطلت. هنعمل ايه بقى في الموقف الزفت اللي حطيتنا فيه عربيتك ده؟ انا شاددها ومخرجها من الفرن عروسه لولا سواقتك المتهورة وتعاملك الزبالة معاها. اتفضل انزل زق. اتفضل ازوق ازاي بواجهتي دي؟ بواجهتك وهتزق. انزل. حاضر حاضر. في القرف شباب بعد اذنكم ممكن زقة؟ ارمي 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 ارمي. شايف الاهتمام يا حيوان؟ شهادة لله انا عمري ما حد احترمني بالشكل ده. ارمي ارمي يا باشا. ارمي يا نجوى تعالي شوفي لي بدلتين الضابط بتوع الاستاذ كمال ابو ريا راحوا فين؟ دوري لي عليهم فين؟ سمعت لنا سمعته؟ هلا بالخميس. سمعت لنا خميس ايه وزفت ايه؟ سمعت لنا سمعته؟ لا ايه؟ البدل دي بتاع كمال ابو ريا. ما هو انا سمي وموت الغباوه. هو انت ضايع يا ابني للدرجه دي؟ ايه؟ كمال ابو ريا ممثل مش ضابط. ضابط؟ يا رب. يا ماما. هاي نجاس. اي بنت في الدنيا يا ابني بتبقى عطشانه لحاجتين، ايه هما؟ ايه؟ الرومانسيه وخفه الدم. وحط تحت خفه الدم دي 30 خط. خفه الدم؟ قابل. يا ابن اللذينة. ازيك يا ريم؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام كويسة الحمد لله. معلش اتأخرت عليك شوية، كنت بقبض على عصابة كبيرة جدا بتحاول تسرق البنك المركزي. الله الله فعلا. ايه الأوفر ده؟ يا ابني ازيك يا حماد؟ لا مش معنى إن أنتِ واخدة على ابن أختي إنك تاخدي عليا، اسمها خالو حمادة. سيريسلي؟ أما أنتِ بتعرفي تنطقيها أهو، لازم أزعق؟ على فكرة ينفع تلزقيه على قفاه عادي جدا. أنا افتكرت إن هو هيز يور كازن. كازن الساهر. ايه ده ما ضحكتش؟ مع انها تضحك جدا. ايه عالي قوي كوزن الساهر. اموت. يلا لا بصي بقى انت هتزهلي بس دلوقتي. انا مبسوطه قوي ان احنا هنا. واحنا جدا والله. انتوا مش هتلبسوا فيست ولا ايه؟ فيست؟ فيست ايه؟ في فيست لازم نلبسه؟ على فكره البت دي بتحبك. فيست يعني كلسون. هي خايف عليك تستهوى من البرد. وفي حاجه؟ لا خالص. بعدين فيستات ايه اللي بتتكلم عليها؟ فيستات دول يلبسوهم العيال الصغيره الهواه زي دول كده. زي العيال السيس دول.
ازيك حبيبي؟ ها آه يلا؟ لا انا عايزك ها يلا 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 يا بطل. ابوس كعوب رجليك، قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ اللي بتكلمه ده اكس داخليه. ماشي، يعني ورقه وقلم يا حبيبي واكتب بقى وراي. قول يا زفت انجز. في حاجه يا حماده؟ ايه؟ في حاجه؟ شكلك متوتره. لا اوعى، انا عايزك اوعى. مفيش ما يدعو خالص. قاعده التنشين بتقول سن نملة الزبانة. زبانة؟ ما أول مرة أسمعها دي. ما هو يا دبانة يا زبانة. المهم سن النملة أسفل منتصف الهدف. فين الهدف بقى؟ أهو أهو. بقول لك إيه؟ اضرب أنت، عشان لو أنا ضربته ما كانتش هيبقى منظري زبالة جدا. أيوه أيوه. بس اسمع، هعمل نفسي أنا اللي هضرب، فأنت قول لي لا أنا كده، فاهمني؟ يلا. يلا يلا هضرب أنا. أه يلا اضرب أنت يلا. يا حيوان. أه أنا اللي هضرب. خلاص زي ما أنت عايز. أوعي. لا ها؟ الله يس. برافو يس. ما جاتش. احنا قصدين، على فكره احنا قصدين. قولي لي ليه؟ ليه؟ مش عارف. هقول لك انا ليه، عشان الفشل اللي هو عمله ده انا هحوله لك حالا لنجاح. طب وريني يلا. لا بصي بقى، انا هخليكي انت اللي هتحولي الفشل ده لنجاح. تعالي بقى هاتي ايدك. يلا، انت مبسوطه صح؟ قوي، متشوقه جدا. يلا ترى. لا اوعي اوعي. تعالي بقى كده، هاتي صباعك كده وايدك كده، بقى تحت كده عشان اديكي نعمه اهو. لا بقول لك كده، بصي كويس انا سنه. ايوه ركزي بقى. الله مش مشكله، المهم الصحبه الحلوه اللي احنا فيها دي بتتكرر. طبعا. لا طبعا. لا وبعدين عايز اقول لك حاجه، الف ب امان. نخلص تمارين لازم نامن الطبانج. ازاي ازاي نعمل الطبنجة؟ ايه ده، ده كلام فارغ، ده كلام هواه. المحترفين ما بيأمنوش طبنجات. بالراحة انت عليا، اوعى تعملها في وشي. بالراحة يا اختي، بالراحة يا اختي، بتنخوري في ايه؟ استنى بس. يا ربي لو حد من الجيران باصص بس هيفهم ايه. كبيرة قوي. ما تلمي نفسك يا نجاة، ايه دي اللي كبيرة؟ التعوير التعوير. التعويرة برضو. اقول لك ايه، ما تقوليش ان انا قلت حاجة. ما تخافش مش هبيع. ايه مالكم؟ صباحك نادي يا ابن اختي عنتيل العماره. ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ انت لبست بدله الضابط بتاعت الاستاذ كمال ابو ريا وخرجت بيها؟ مين قالك بقى الكلام ده؟ هيكون مين يعني؟ البقف ده. انت بتبين هنا جت؟ اخرس انت. عادي، لبستها مره واحده ورحت حفله تنكريه وخلصنا. انت كذاب. طب وديني وايمناتي، لو شفتك لابس البدله دي تاني لحبلغ انا عنك البوليس. ولا ليه؟ أنا هقول لك بقى أنا هعمل إيه؟ اتفضل. نجوى يا نجوى. أيوه. خدي بدلتين البوليس دول توديهم عند الأستاذ كمال أبو ريا، قولي له خليهم عندك. إيه رأيك بقى؟ أنت مكبرة الموضوع كده ليه؟ أنت إيه؟ ما بتحسش؟ أنت عايز تعمل فيا إيه؟ عايز تشلني؟ عايز تخلص عليا؟ مش كفاية إنك مش فالح في أي حاجة، عايز تمرمطني كمان وراك في السجون؟ حرام عليك، أنت عارف لو اتمسكت بالبدلة دي ممكن تاخد فيها كام سنة سجن. رحمة أبوك يا شيخ ما تزعل مني، والله العظيم ما قصدت طبيعك وليد، انا فعلا بخاف عليك. بقولك ايه، ما تتكلمش معايا تاني، انت مش راجل. يالا بعد، انت مش موضوع خلص خلاص؟ اتفضل غرف الستين ده يا بقى، قاعد معانا تاني ليه كده برضه يا وليد؟ اوعدك يا سيدي ان انت مش هتشوف وشي تاني خالص، انا واضح انها تقلت عليكم. سلام سلام يا ابن اختي.
هنا بقى يا باشا المقاس 100%. تمام. وحياة امك ما تقول لامك. خلاص مش هقول لامي. في ايه مالك؟ هقص. طب ايه عايز ايه؟ اجري 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 بس ودي وشك كده وطلعت اساسا. الله يعرفك. هو حاجب بقى الصنعه ودينا. في ده يا اخي. كتاف كده مظبوطه؟ الكتاف عسل. بس احنا ليه عاملين كده؟ مش عارف. تعالى يلا. ايه مالك؟ والله ما انا عارف يا وليد اخره المرمطه دي ايه؟ اخرتها ريم. بعدين مالك يعني خايف كده ليه؟ انا معاك وليد. يلا. ايه ده؟ خد. بيني وبينك من ساعه ما شفتها وانا متغير حياتي كلها اتلخبطت. تصور انا اقطع علاقتي بكل البنات اللي انا عارفهم. كل البنات؟ كل البنات والله. خلاص يلا انا كبرت ما بقتش بتاع بنات. بقيت بتاع نسوان دلوقتي. فك بقى. ها؟ ها؟ معايا خالو؟ معاك يا ابن اختي. بس بقول لك ايه؟ احنا محتاجين حد يساعدنا. وش اي والله اي والله يا رجالة انا عرفت حساب معايا سنه هنا. Hello you there real talk you got me going crazy. Hello you there are you out somewhere with your baby. Hello you there real talk you got me going crazy. Hello are you there you there. ده عادي يعني انت عمرك شفت قبل كده ظابط عامل كمين تحت بيت صاحبته؟ انت مالك يا حماده بيت عيل خرع كده؟ يلا في ايه يلا مالك؟ يلا انا معاك انا بنفسي معاك. ده معناه ايه بقى؟ سكينه بقى وتطلع ورقه وقلم يا حلو وتتعلم. يا صباح العسل يا رجاله. رخصك فات شيل عربيه. مالك يا باشا؟ ده مفهومك على الميري مش كده خالص؟ مفيش حاجه كده. حماده بيه. امر فن. طلع ورقه وقلم خد اقواله. اقوال ايه واحنا في الاسم؟ ايه ده؟ ده الفنان احمد زاهر. حبيبي ازيك يا فنان؟ صباح الفل يا باشا. انا بحبك حب حبيبي. بحبك شرف ليا والله. شرف عينيا. ده انتوا حماة البلد. بقول لك ايه يا نجم بصراحه كده عينيا. انتوا بتبوسوا في الافلام بجد ولا كده؟ انا عن نفسي يعني انا ما ببوسش خالص. طب انا عايز ابوس. نعم. عايز امثل تخدمني الخدمه دي؟ معقوله يا باشا؟ ده انت ظابط قد الدنيا عايز تسيب دورك الوطني الهمام دوت وتروح تمثل؟ ده احنا بنتحمى فيكوا. معلش يا باشا بس بمسح صور عشان الذاكره عندي مليانه بفضي المعرض بتاع الصور. معلش اهو معرض الصور اهو. يلا اهي. على فكره بحبك برضو. ها يعني بخش معاك في الصوره. اتفضل تعالى معانا في الصوره جوه. يلا اشترك يا باشا. الضحكه بقى الضحكه الحلوه بقى اهو. ها يلا نبين سنه الارنوب اهي. نعمل حركه يا باشا. الحركه انا ما بطيقهاش دي. يلا بوز البطه بقى بوز البطه. عنديل بركة يا فندم. بركة عندي. والله يا فنان عندي. يلا لعبنا وهزرنا. تمام. رخصك بقى برضو. رخصك انزلي. لا 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 سوري بقى معلش ستوب الحرف انزلي. لا يا فندم حضرتك تتعامل معايا قانوني. من حقك انك تسحب الرخص وانا اروح زي الشاطر ادفع الغرامة واجيبهم. تجيبهم ده لو لقيتهم هناك اصلا. ماشي اوكي هجيبك يا احمد ازاي. غير بقى موضوع خد اقوالهم ده. هاي هاي. لا ما ده فيها هاي بقى. حماده بيه. عمر فندم طلع ورقه وقلم بسرعه خد لي ارقامهم. غيرت اهو. ها شوف الجد بقى. امال ايه هو؟ الحمد لله انه هاي وكله تمام طبعا. بس استسمحك معلش لو معاك على الموبايل اي حاجه ليكي وانت لابسه كت. انت مجدد الرخص ها؟ لا انزل لي بقى. لا بهزر معاك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ الله الله الله. ايه يا ابني اللي بتسمعوه ده؟ تسمعونيش انا ليه؟ قصدي اللي بتشربوه ده ايه؟ كدابة في كل كلمة كدابة. لا وايه؟ طلعت خبرة جدا وعارفة بتعمل ايه؟ وتريها متعودة دايما. يا ريتني سمعت كلام دايما تقول عشان تاخد الرخص. متعودة دايما. لا مفيش ابتسامة ليه هنا. بتسرقني يا حمادة؟ والله العظيم ابدا.
ما لو ايدك هنا ومش بتسرقني ده نازع على اكتر. ارجوك اكدب واقول انك كنت بتسرقني. ايوه طبعا كنت بسرقك، امال هكون بعمل ايه؟ انا كنت جعان ومعيش فلوس وعايز اجيب زر بطاطا. زر بطاطا؟ اهو ظهر الحق قبل ما تبص لي البصه دي. انت كداب يالا، ده انا بعناية دول شايف جيبك ده مليان فلوس قد كده يا ابني. والله العظيم التلاته ما معايا فلوس. اهو يا سيدي ادي جيبي اللي مليان فلوس اهو، مفيش غير المفتاح ده. ايه المفتاح ده؟ مفتاح ايه يا هبل؟ دي فلاشه. سبحانك يا رب، ربنا عارف ان احنا قاعدين زهقانين فبعت لنا فلاشه عليها فيلم اكيد هيبقى حلو. هات اللابتوب. اسمع اسمع، هات بس اللابتوب، عايزك في موضوع مهم. طب هات اللابتوب واسمعك. انا خدت قرار مهم جدا. خير؟ انا هتجوز ريم. ويا ترى بقى هتتجوزها على ان انت الضابط ولا الواد بتاع المكعبات؟ اكيد هقول لها كل حاجه، هقول لها الحقيقه ما تخافش، وعارف ان هي هتسامحني وهتعديها عشان هي كمان بتحبني. انا هعترف لها بكل حاجه الصبح اول ما نروح كلنا ان شاء الله. وليد، الفلاشه دي بتاعت واحد شغال في السجل المدني بتاع الدوله الاجنبيه. بص الصور والبيانات. ايه بقى اللغه دي؟ ايه ده، مش دي الدكتوره ليلى العربي اللي اتقتلت؟ ايوه. ودي الجلابيه اللي كان لابسها ماركوس عندنا في البيت؟ ايوه. ده ليه اي دلاله؟ نهار ازرق ونيل، مين الراجل ده؟ اكيد ماركوس هيبقى عايز الفلاشه دي باي شكل، واكيد هيجي لنا البيت. امي نجات، نهار اسود. ايوه نجات. هو الموت كمان فيه هزار؟ اسمعيني بس دلوقتي، انت فين؟ انا لسه واصله البيت حالا. البيت؟ طب اقول لك، غير هدومك بسرعة، احنا لازم نمشي. Pero qué pasa? ¿Estás buscando algo? Mi abuelo. ¿Es el abero tan importante? Sí, abero tiene un flash de memoria que tiene tu latata. ¿Qué significa eso? Su locación y su formación. ¡Nagat! 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 ¡Ommi! ¡Ommi! ¡Etatalet! ¡Nahar esud! ¡Etatalet! ¡Ya nahar esud! أمي! إيه؟ إيه؟ إيه حيوان منك له؟ بتصحيني بالطريقة دي إزاي كده؟ ما أنت ما ترديش خالص، اتخضيت عليك. كتك القرف، قلت لك بطل الطريقة دي 100 مرة. الحمد لله. تعالى. إيه؟ ورحمة أمي هي هي. أوه. إيه نجاة بقى؟ بلاش كلام فارغ بقى. هي هي. خلينا بقى في المهم. ايوه خلينا بقى في المهم، انت كنت فين يا استاذ؟ انت والمتكلف ده. كنا في رحله. ايه؟ بقول لك يا نجاه، احنا واقعين في مشكله كبيره ولازم نسيب البيت ده حالا. نسيب البيت؟ اه، ولازم ليه؟ تيجي معانا. ايه اوعى كده؟ تعالي معانا احنا في خطر. اوعى كده، انتوا عملتوا ايه؟ ربنا ياخدكم. ولا سيب هدومي يالا. هقول لك كل حاجه بعدين، بس لازم نمشي حالا. نمشي من هنا نروح فين بس؟ وليد؟ ريم لو سمحتي عايزك في كلمتين لوحدنا. عايز اعترف لك بحاجه هتصدمك. انا كدبت عليكي. انا لا ظابط ولا حاجه، بس انت السبب على فكره. الحفله اللي انا شفتك فيها كنت جاي ومتخيل ان هي حفله تنكريه، عشان كده كنت جاي لابس بدله ظابط. والله العظيم ما كان في نيتي اخدعك، بس بعد نظره الاعجاب والتقدير والاحترام اللي شفتها في عينيكي كان لازم اكمل كده. انا عارف اني غلطت، وغلطت غلط كبير كمان، عشان كده انا جاي النهارده اقول لك حاجتين. أنا آسف، أنا بحبك. أنا عارفة الكلام ده كله، حمادة حكى لي كل حاجة، حكى لي عشان بيحبك. وعلى فكرة أنا كان بقالي خلاص كام يوم بحاول أساعدكم. أنا بقى جوايا إحساسين عكس بعض اتجاهك.
الاول اني زعلانه عليك عشان انت متورط في مشكله كبيره زي دي، والتاني ان انا كنت خايفه لا تكون ما حبتنيش زي ما انا حبيتك. هينفع حضرتك خالص؟ الف شكر. الف شكر. ايه ده يا استاذ؟ حضرتك حضرتك مرتبطه يا جماعه الحقوني. وليه دي الجروح اللي في المناطق دي بتلتئم بعد قد ايه؟ عمادك قسما بالله اعمل لك جرح تاني جنبها ومش هتلتئم عمرها. باباس باباس ايه يا حماده ده؟ حماده ما تبوسنا احسن. مش عارف اقعد. وليد احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما نسلم نفسنا. خلص البوليس بوليس بوليس. بص قدام، بص انت قدام وانا اخد بوش عشان ما نتعرفش. كعبوا لبوتا معده وليد بتعمل ايه؟ المواقف اللي زي دي البوليس بيبقى عايزهم احياء. عيب يا عبيط وانا مش عارف اضرب فين. مش هجيبك يا احمد يا زاهر. تعالى احمد. ايه ولا في ايه؟ قلت يا بتضايق اجري. ما تزعقش. اوعى حماده. مش عايز اموت في المول. سيبني يا اهبل. اوعى هيجري. انا مش عايز اموت في المول. اقسم بالله ما هسيبه يا ابني. اوعى يا ابني.
وليد 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 قومي يا بطل، قومي يا بطل. والتان اويل ده بقى هديني درجة البرونزاج اللي انا عايزها. اصلا انا جايب اللبس كله بصي احمرات واللي هي الالوان الدافية كلها اللي هي درجات الورم دي عشان الصيف وكده. لا حضرتك ده هيعمل مفعول مع حضرتك هيخلي حضرتك مسمر شوية. خلاص يبقى لا تمام هاخد دي. طيب بالنسبة بقى للكريم ده، ده يمشي تشقات كعوب تسلخات؟ يمشي التسلخات؟ اه ينفع. يمشي المناطق الداكنة؟ اه المناطق الداكنة يمشي برضو. المناطق خلاص يبقى هاخد برضو ده و السلام على حضرتك. ما حضرتك الله يسلمك. واخد طلقه عادي بقى. طب نطلب حضرتك الاسعاف؟ لا لسه هنكمل اصلنا فخليها بقى. اه يمكن اخد طلقه فيها تاني ولا حاجه. لا اعملها مره واحده في الاخر واخلص يعني. ودي مفيده بقى؟ اه حضرتك دي مفيده مجربه يعني. يعني دي لو انا في صحراء وعطشت يبقى دي على طول. لا دي حضرتك مش للشرب. لا مش للشرب. ماشي اخدها برضه. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بسبق أحلامها. دي يا ابني. وهو برضه. ألف شكر يا فندم. إيه إيه نجات خدت إجمال حقي. يا طارق ما تنصحش إن أنت بتعملي ده يا طارق. نجات خدت الشيك ومشيت. ده أنا لما لقيت 10 جنيه في جيب الجاكيت عينيا دمعت من الفرحة. وليد أنت ما بتردش عليا ليه؟ بس حمادة اسكت اسكت. أنا مش شايف دلوقتي غير حاجة واحدة بس. إيه؟ رأفة الهجان وهو بيجري قدام عينيا كده. بيجري ازاي؟ كده رايح جاي. ممكن بقى تفضلوا معايا؟ إيه انا اتوقع يعني هما يسلمونا شقق واراضي ومصايف العاب مائيه وكده. عملوا كده مع رأفت مصايف صح. اتفضلوا. دوركم الوطني اللي قمتوا بيه البلد عمرها ما هتنساه، انما لبس البدله وانتحال الشخصيه للاسف هيبقى ليها عقوبه ولازم تتم. اخبار رأفت معاك ايه؟ تمام؟ هتقول لي مش هقلع البدله مش هقلع البدله؟ البس. طب وانت كنت فاكر ايه؟ انا كان قصدي البدله الزرعاء. مبروك. مع أول سقفة سمعتها بعد نجاح مشروع المكعبات بتاعي حسيت قد إيه فرق كبير قوي لما تنجح والناس تحترمك بالبدلة اللي على مقاسك. ورغم إن حمادة عقل وقرر إنه يشتغل في الحاجة اللي هو بيحبها برضو، بس تقريبا من حاسة معاه شوية شويتين بصراحة. ريم وليد الحمد لله إنك جيتي. فاكر اول يوم ما جيت لي المسرح هنا؟ طبعا فاكر. تقريبا كان في حاجه انت عايز تديني. كانت بوسه. الكلام ده ليه بجد ولا العروسه؟ انا نسيت الحوار على فكره. مش عارف انت قصدك ايه. للعروسه طبعا. تتجوزيني؟ عشنا وشفناه اليوم اللي اشتقنا له، احضني قصاد الناس يا حبيبي وماله، ما بقينا لبعض خلاص، زادوا العشاق اتنين اكتب اسامينا، كان حلم سنين وسنين نبقى بعضينا، الله على دام الاحساس.
وده خالي. ازيك عيل وعايش في الدار. هات ده بقى نصطيب احبو وخد ديت. انت اللي جابك يا سمير؟ مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه. انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له اختك مش فهمان يا خال. انا فنان فنان والله العظيم ثلاثه يا خال. فنان ايه يا دو؟ ده بايه ده؟ انت من عيله الاباصير يا راجل. بدا اباصيري بقى شندويلي. اباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تعرنها؟ افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله يا خال؟ دلوقتي في نت، في تكاتك. انت مش بتسمع الاغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني. وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلام هديلك على وش امك. لا مؤاخذه يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز تعرينا يا ابن الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيلة واطية يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف خالك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لما مؤاخذة بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ ما حدش لحاجة عادي، ما حدش لحاجة. يا ولد انت يا ده، انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم مال وهدومك وتشرف العيلة. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفرية بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغة لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذة يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد هحزم به السوق. وبعدين؟ ورقصه. وبعدين؟ لا الباقي عليك بقى، خاله كبر. لبنان؟ اه. احنا مش كنا فوتنا الشغل في متعوقبة؟ نرجع تاني لمدان لبنان وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان. الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضو رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده؟ انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في الشغل. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك. معاك يا خال. يلا. معاك في اي مكان، صحرا كان او بستان، اي حته، المهم امان. تمام يابا، زي الفل هنا. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. نعم نعم، اطمن، أنا دلوقتي في المطار. نعم الفلاشة معايا، بس بعد إذنك يا مولانا يا ريت تبعتلي عنوان الشقة اللي انتوا أجرتوها في رسالة نصية، علشان أول ما انزل لبنان أوريها لسواق الميكروباص عشان أوصل. في رعاية الله، في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله. بيبو. نعم يا طارق. أنا مش عايزك تسافر. أنا رايح مكان أحسن من هنا، رايح الولاية. ولاية إيه؟ ولاية الحق. أنت مش فاهم، أنا هبسطها لك. مش أنت بتحب برشلونة؟ آه. مش فاكر لما بهدلت أبوك لحد ما جاب لك الفالينة بتاعت برشلونة؟ أهي برشلونة دي بتاعتنا الأندلس، وأنا رايح أرجع برشلونة، وساعتها جايزتك هتبقى الفالنة الأصلية بتاعت برشلونة. عمرة مقبولة يا ابني. أمين يا ماما، بس أنا مش رايح الحجاز، أنا رايح لبلاد. فين دي يا ابني؟ في بريوت. تقبل الله. خد بالك من نفسك يا ماما. حاضر يا حبيبي. بابا سلام يا حبيبي. خد بالك من نفسك يا حبيبي. خد بالك أنت من الميكروباص. في عينيا يا حبيبي. أنت بقى أنت. يلا اتفضل أرجوك. أيوه أيوه حاضر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه الباسبور؟ أه اتفضل اتفضل. انت رايح فين؟ لبنان. مين؟ بيروت. بيروت. ورايح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟ انه المجون سياحه. سياحه. نروح نعمل ايه يعني؟ وسايب دقنك كده ليه؟ نعم؟ سايب دقنك كده ليه؟ اصلها ملتهبه. هي ايه دي؟ دقني. انها مصحى. مع حضرتك اصلها موضه، وانت عارف البنات بقى بيحبوا الدقن. طبعا اعرف. طبعا. يعني انت مش سايبها سنة؟
اللهم صل على النبي، هي تجوز برضو سنه؟ طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك. ما انا مش مربيه سنه. بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك. انا عايز افهم دلوقتي، معلش يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تساله اسئله شخصيه، هو في ايه بالظبط؟ الاكونت بتاعه سرق وانت بترجعه له؟ ايه ده؟ انت مين وبتزعق ليه؟ انت تعرفه؟ لا انا ما اعرفش الاشكال دي اصلا، بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سلخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فانتوا ماسكينه؟ لا لا ايه ده حضرتك، ليه معفن؟ انت كده بتشتمني. انا اسف ما اقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني محدش بيعمل ضوافر سكوير خالص. بقول لك ايه يا استاذ، انا بشوف شغلي وشغلتي هنا اشوف مين طالع على الطياره. افرض الاستاذ معاه قنبله، هتبقى مبسوط حضرتك؟ لا يبقى الصح بقى تاخدوه اوضه تضربوه تعرفوا مكان القنبله وتريحوا الناس دي كلها. لا 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 يا باشا خلاص يا باشا، من غير ضرب، حضرتك شوف اللي صح واعمله، انا هتفتش. صدق ان انا غلطان، انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي. انت بتغري كتير ليه؟ معلش طبيعه الشغل هي ايه يا استاذ؟ بتدور يا استاذ. بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه بالركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك يا استاذ دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني وقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش هقرر اسرع. تعالى فتش، تعال بس. ايه شفت؟ لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا. يا برضه بتتكلم تاني؟ قلت لك دي طبيعه شغل. انا نفسي افهم طبيعه شغل. ايه يا كابتن؟ ايه الغاوي اللي طلعها بالدور دي؟ وايه الوضع من الناس دي لبنان؟ معلش يا باشا، انت تعالى لي بقى هنا على جنب. معلش يا باشا، رايحين فين يعني؟ احنا كله في دور. ممكن اقعد يعني معديه ال 80. معديه ال 80؟ ده هتلاقيها وليه كبيره بقى ومتسيغه وعماله تجر رجليها من كتر السيخه اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمة. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. هاي شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصلي كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم. ده قعدت زينا ولا؟ اه يا طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد. عادي؟ تروقتوا؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده يا خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشو. لا ياض. ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول لي النتيجه. عناية. يا قليل الادب. اعذرنا يا خال، اصل انا وسخ. تقولش على نفسك كده، خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحته من اول ما تمسكها بايدك، تجيبها يمين تيجي معاك، تجيبها شمال تيجي معاك، لمؤاخذه في الكلمه تسخنها تطرف ايدك. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في امان. الريحة والملمس لا يمكن يضرب أبداً، مش كده يا قمر؟ أكيد يا خلاصي. حنة والبان ذكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو؟ ده هما اللي مسيو يربوني. بقولك يا قطة، في عندكم بلات؟ طبعاً، نحن اللي عنا البلز. إيه ده يالا؟ ده حبوب هلواسة يا خال. اخرس، انا يمكن انزل البلد حاجه زي كده واضر بيها الشعب. انا وطني، ثم انا اسم السبيشاليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا ولد سف دول. بس ديروا بالكم، هاي دول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنه، 6000 سنه حضاره، والف من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. انا نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا قوم بينا يلا، عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا.
خايف. ايه ده؟ انا خايف يا خير. ده احنا واقفين فوق جبل. الله، احنا في مقطم ولا ايه؟ مقطم ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في المقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي كنت تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا ايه؟ نقدر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. اه صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو. البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ اه عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثة ونقفز. ايه؟ من واحد لثلاثة ونقفز. نقفز؟ اه. انت بتعرف تقفز؟ عيب يا عيب. ربنا يستر. ربنا يستر. واحد. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي. اه يا بيتش باجي. بيتش باجي. بيتش اول الباجي. حرية 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 حرية. ايبو هاني تعال تعال تعال. هاني ايه وزر انت ايه تعمل ايه هنا يا حبيبي؟ حرية حرية. بتقول ايه؟ بصراحة انا مش عارف بس ده كان شعار بيتقال في المظاهرة. انت ايه بقى اللي بتنيله بالظبط؟ يعني انا سايبك على الطيارة بتعمل برنامج خطوات الشيطان، اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهرة للجيز. مجموعة من الاخوة دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه. فانت قلتوا تعملوا الفجور برا. طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا. انت اتبسطت؟ جدا. صباحية مباركة. انا من الاول لما شفتك قلت لك انت وير. ما بلاش شتيمه بقى وقله ادب يا هاني من ساعه الطياره. قله ادب ايه يا حبيبي؟ انت ماسك علم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك. وماله الرينجو يعني يا هاني؟ في ايه الرينجو ده يعني؟ رينجو ريمبو. ريمبو؟ انت مش فاهمني. انت اللي مش فاهمني يا حبيبي. انت واقف في مظاهره للال جي بي تي. نعم هو ده اسم الجماعه. لا ده وصف للجماعه. لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم. يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اتطردت بس؟ نعم. بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟ لا توقعت. ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ. يعني انت بتفسر كلمه انجليزي بكلمه تانية انجليزي ما انا مش فاهم. عجله. طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري؟ هو ده وقت غنى يا هاني. حبيبي انا بشرح لك. هاني قول لي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم صح. طب لف تعالى. الف؟ اديني ودنك. انت خايف مني انا يعني وسايبهم هما؟ شواذ دول اللي هما شفتش عملوا فيه ايه؟ احكيلي. بدك تاخد؟ هاخد طبعا وانا صغير. نهار اسود. نهار اسود ايه بقى؟ يعني انت ما حسيتش باي حاجه يا بيبو ولا انت كنت بتستعبط؟ في لون يا هاني. معلش سوري يا بيبو على اللي حصل. سوري. طيب انت ليك في الكوره؟ هو ده وقت لعب كوره؟ لا نتفرج على ماتش. في ماتش مهم النهارده تعالى نتفرج عليه. بس اديني ربع ساعه اخلص تحكيم ونروح سوا. ماشي يلا يلا بيبو. ارمي بقى اللي في ايدك ده. ايه ده ايه ده؟ لك يا خال ما تفتحش الشراعه او الدبان دخل. ما احنا ما نعرهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن. دخان انا ولعبت يا زهر. دخان واتبدلت اللي وما خان مش قادر وما خان انا مش عارف الحاجات اللي بتاعت انا تعبان فيه بشوف حاجات. ايه ده؟ الهرف التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه ايوه في لبنان بيبقى تلفزيون مركزي زي التكييف كده والمصحف الشريف. ايوه هو بقى. الله حاسس في حاجات بتتحدي في الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت الثري دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان ما بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. ايش تبقى
اوبا انت جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا فيل، الفيل الازرق ايه ده؟ لا اله الا الله، سلامتك يا هان، سلامتك. الله، بقول يا ابو صبر ايه؟ سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبر. مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عند خاله بتقوم تقول بالاذن انا؟ ايوه ده للضيوف، لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها؟ الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي بعينيها. صاروخ ايه يا حاج؟ يلا اتحرك. اتبسطت بخلقت امك دي؟ اهي ماشي. فيها خلقه ايه؟ مين اللي ماشي؟ انا تعبان عايز افصل جدا. انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش، انا فصلت ذات نفسي وهخليك تفصل. انا مالي انا راجل متخصص حشيش، تشرب لي البلا الازرق ده؟ ايوه انت مش قد شربته ليه؟ مش شايف، عايز افصل جدا. انا تعبان. ما تقلقش يا خال، انا هنزل اجيب لك شيبس. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا استنى، انا خليني على قديم احسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس. حاضر. يخلص. حاضر. شفت؟ شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خاله، هي مفتوحه اهي. عينيها بتقفل. لا والله اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده هيبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط، ده بتقفل. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. ثبتها لك بسلوتيب، بدور على سلوتيب بس واثبتها. شوف عينيها الظاهر عينيها بتقفل نص يوم. انا مش قادر. استريح انت يا خاله. لا ما بتقفلش. استريح انت يا خاله، استريح واستريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعه سمرا بسرعه. حاضر استريح بس انت غلط. بسرعة صبرا مش تعبان تعبان تعبان. ربي لو عشانا ديلو. ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني؟ هو ضيق فعلا بس ظريف. بقولك ايه، شوف هتشرب ايه. ده منيو المشروبات. منيو المشروبات ده ولا صفحه الكبائر؟ حرام عليك، ده احنا في مخور. بس بطل افوره لو سمحت. احنا هنا في لبنان، اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول. وبعدين متضايق قوي، اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ فاكرني هزعل منك؟ لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ انا لازم اخد الفلاشه. فلاشه ايه؟ تذكرت من الاتموسفير. هده انت سكرانة ولا ايه؟ شبيه؟ انت مين؟ هده؟ مدام ليزا اللذيذة؟ كانت معنا كتير هتلاني همكم، اخدتوا كتير بيلز. بس انا كويس، انا متعود على البيلز يعني. بس خيلي شبو خيلك؟ خلي صرفلت منه قوي في الأوضة. طيب انت وين رايح هلأ؟ انا رايح اجيب له رنجة. شو رنجة؟ بتاع ملاحة تظهر في شم النسيم. احنا هده دي حلوه البلز دي. قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذه وبقول لها رايح اجيب رنجة لخالي. يا لاوي وطويط. لا ده احنا في البيت وتويط. يا لاوي وطويط. يا لاوي حتى اساخ ماسك وتويط. السما مليان. السما ايه ده؟ السقف. السقف مليان وتويط. ولله الحمد. اللهم صل على النبي. شايف التنظيم وربنا مكلفين يا جماعه. ايه ده؟ ايه يسمع الموسيقى يعني؟ كان معلي الموسيقى شويه فانتوا بتعاقبوه. شفت عاملين ايه في اللي بيسمع المزيكا؟ انا بصنع المزيكا، هيعملوا فيا ايه؟ شو انت هتقول لهم ليه؟ هيعرفوا. لا هيعرفوا. يا جماعه احنا غير الناس دي كلها، احنا معاهم. ربنا يستر. اتفضلوا يا جماعه. اكيد واخديننا بقى يفطرونا ولا يعشونا ولا يجيبونا اي حاول الهرب. مش قد حاجه بتعملها ليه؟ تهرب ليه من هنا؟ اتفضلوا شباب. شكرا. اتفضلوا. من وين يا سعاده البيت؟ عرفناه. اتفضلوا. اهلا وسهلا.
ايه ده سعاده الباشا ده؟ اتفضلوا يلا نجر على القفص. نجر على القفص ليه ان شاء الله؟ طب اتدخل قرود لا حلاج انني. حاضر يا سعاده الباشا. خلاص يا سمير. طب استاذنك ما حدش يتصور معانا بس. حضرتك في سوء تفاهم، احنا معاكم معاكم. اتفضل تبع الخرقه. خرقه ايه بقى؟ هو في خرقه اكتر من اللي احنا فيه ده؟ انا هقول لك بس يا باشمهندس. يا استاذ. يا جماعه. يا كابتن. احنا بتوع الفلاشه. طب هتقول لي موت. احنا بتوع الفلاشه. بيبو بيبو بيبو. ايوه ايوه انا بيبو. ايوه بيبو. يخرب بيتك شو حبيتك، يخرب عقلك شو بشتقلك. بقول لك ايه، سكت بسكال مشعلين اللي هناك دي هتفضحنا. بسكال انا مش عارفها مش عارفها. كيفك حبيبي؟ مين هيدا؟ انا مشبه عليه. بقول لك ايه، حاول تنهي العلاقه القذره دي. ما بتتذكرني؟ انا مش فاكرك. مش فاكرك ايه؟ ده بيقول لك حبيبي، ده عارفك وعارفك وعارفك. انا كنت برسم لك الريمبو. انا مشمش. بيرسم لك الريمبو؟ بيرسمه لك فين يا حبيبي؟ لا شوفي. لا 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 مفيش حاجه يا فندينا، دي مجرد زقوبعه في فنجان وهتخلص بسرعه. سد بوزك انت وياه. كله منك انت. ما انا كنت قاعد مع ملكات الجمال، كنت في حالي. يا هاني يا هاني، في ايه يا هاني؟ اهدى كده بس شويه وصلي على النبي. انت بتحرجني يعني؟ بغض النظر انا عايزك تهدى وما تقلقوش يا جماعه، ده مجرد سوء تفاهم وانا مسيطر ومظبط معاهم. مظبط معاهم ايه؟ الله يخرب بيتك. دول دخلونا القفص، دخلونا القفص. يا سمير ما تقلقش، ده مجرد اجراء احترازي، وعشان تطمنه انا كنت بتواصل مع الناس دي عن طريق شات المزرعه السعيده. طب وايه اللي حصل؟ انت كسبتهم في المزرعه السعيده فقلبوا عليك ولا ايه اللي حصل؟ يا ابني لا، كسبت ايه؟ ده مجرد طريقه للتواصل بينا. يعني عارفينك؟ طبعا عارفيني، بس هم ما يعرفوش ان اسمي بيبو، عارفين اسم الحركي ليثو شبرا الخيمه. طب ما تقول لهم انك ليثو شبرا الخيمه. لا انا ليا كلام بس مع الكبار. اصطفوا منيح امير وسيد. يلا كله يوقف يصطف منيح. امير وسيد. ابو البراء يلا ولاد اصطفوا لاختبارات القبول. ابدق الاسئله. انتوا لا، شو هي شهور السنه الهجريه؟ يا ده بيفكر. يا نهار اسود في ايدك. كان هيقول كان هيقول كنت تديني فرصه. عدل لي اياهم. قانون ثاني اشباط اذار. شباط مين واذار مين؟ ده بيحرض. يا حبيبي يا حبيبي. وانت ولا تحكي. احنا بتوع الفلاشه. احنا معاكم يا جدع. انت مين يا جدع؟ ابو البراء. انا اللي كلمتكم من مصر. بس استنى استنى، بصوا ام الدنيا يا جدع، انت مين وكلمت مين؟ كلمت الاستاذ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ شرفنا. اسمه ايه؟ اسمه ده في القرية. ده في الايه؟ اسمه عبيد القرية. عبيد القرية ايه؟ سيف الدولة، الاستاذ سيف الدولة. ايوه افتكرت، قالوا لي ان في شاب مجدع هيجي من مصر. ايوه وهيبيعنا كمان وعنده معلومات مهمة. اسمك ايه يا امور؟ بيبو. اسمك ايه حقيقي؟ عذرا عذرا يا مولانا، اسمي محمد بس ابويا كان بيدلعني وبيقول لي يا بيبو، ولو بيبو حرام نلغيه عادي. يعني لما نعوز اناديك اقول لك يا بيبو؟ لو تمام ماشي قول لي يا بيبو. يا بيبو. خلاص الناس دي معاك؟ ايوه ده احنا اصحاب ومتربين معاك. احنا اكتر من الاخوات. نعم نعم، فانهم زملاتي، انهم زملاتي صحبتي. ايوه نسالهم. ما اعرفش حاجه. اميرنا يعني شكله هيبقى وحش قدام زملاتي. نسالهم لان دي دوله الحق والعدل. فاهم حاجه؟ لا انت اسمك ايه يا امور؟ انا؟ انت اسمك ايه؟ اسمي هاني. يا هاني. هاني دي تمشي مسلم صح؟ ان شاء الله. اكمل ما بين قوسين، اللي يتكسف من بنت عمه. سهلة سهلة دي. اللي يتكسف من بنت عمه يبقى بيخاف من ابن عمه. صح صح. الله أكبر ولله الحمد. احنا كنا فاهمين المثل غلط يا ابو البراء. وانت اسمك ايه؟ سمير سموك. سمير سموك. اسمك ايه؟ ما تقول له اسمك ايه؟ وانا ما قلتلوش على اسمك. قول له سمير. سمير. طب ما تقول سمير يا اخي. اسمك ايه يا جدع؟ سمير والله العظيم سمير. اعرف ما تحتها وخط. حاضر.
يا خايف من اللي رايح؟ مفيش اكتر من اللي جاي. يا سلام، ايه دول؟ نوابغ. الله اكبر ولله الحمد. ابو البراء دخلوا قلبي. خد الشباب دول فرجوا مع الولاية وسلمهم الزي بتاعهم. تمام. ولو بقول لكم ايه، انتوا النهارده نرحب اليوم بانضمام اخوة جدد الى ولايتنا المباركة بور عماد. هو بيسجل مسلسل اذاعي ولا ايه؟ قدرات خارقة. عانهم الله ووفقهم للشهادة والجنة. يلا بسم الله، سموا واعزموا على اخواتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هو انا اللي مسطول ولا ده اي كلام فاضي معقول؟ الامير بيشوف ناس احنا ما نقدرش نشوفهم عشان هو اعلى مننا في المرتبة. طب ما نعلي احنا المرتبة. هو بيشتغل دجال ولا مش عاوز؟ يا ابني اسكت. اميرنا حبوب، بارك الله فيك يا امير، يا اميرنا، وجعلك ذخرا للامة يا علم الامة. انتوا عارفين ان انتوا من دخلتكم عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي، وانت بالذات اسامير. ايوه يا برنس. اسامير. ايوه يا برنس. اسامير. هو انا رديت عليه ولا لسه؟ رديت، ما ترد تاني يا اخي. ايوه يا برنس. انت بتفكرني بنفسي اول ما جيت. كنت عامل دماغ زي كده يا برنس اول ما دخلت الاماره. هاني. ايوه. فين دقنك؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ انا قلت اسبق انا يعني. يهدي ده والمسيح الحي ده. ليله اقل بهاء من هذه الليله. انت بتعمل ايه؟ بلغوش. معذره يا مولاي انها لا تطلع. والله انا كان نفسي دقني تبقى طويله واخفف الجناب واعمل ستايل كده، بس انت عارف ربنا ما بيديش كل حاجه. كان قلبي حاسس. اهاني قرب اقرب. احط ايدي. كان قلبي حاسس. اميرنا اميرنا، استاذنك في سؤال. لقد قزنت لك. لا 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 كده كتير. ايه قزنت؟ ما فيش حاجه اسمها قزنت ده، ولا في تركيا ولا في ايران بيقولوا كده. تداعي لغوي. مولانا، هل يا ترى انت كنت في بدايه طريقك جندي زينا كده؟ لا جندي زيكم ايه، انتوا جات لكم على التبطاب. انما انا ايه، انا كافحت وديتها لحد ما وصلت لفوق لفوق. وطبعا اهاني هتسالني انا وصلت لفوق ازاي. انا كان عندي بزنس كبير قوي. يلا يلا اهو الربيع، عروسه الربيع، حجه 2.5 بنخسر. علي عينا ما بنخسر. كل ما البزنس بتاعي ما كان بيكبر كل ما كانت الحكومه تحط عليا، وخصوصا واحد ابن حرام اسمه الامين سيد. فضلوا يحاربوني وانا حاربهم، هم يحاربوني وانا حاربهم، هم يحاربوني وانا حاربهم، لحد ما قررت اهج واسيب المنطقه. وخدت عهد على نفسي ما رجعش البلد دي غير وانا حوت كبير. محدش يقدر عليا، لا وزير ولا رئيس ولا حتى الامين سيد. يا جدعان يا جدعان، اراضي تشني وأراضي تجيبني، لقيت نفسي في الإمارة وبقيت جندي في سبيل الله. عايز إيه؟ اللي لقيت وبقيت، الراجل ده تونسي ولا مصري؟ هو مصري بس بيحط شقاف. معذرة يا مولانا، بس برضو حضرتك ما قلت ليش أنت بدأت حياتك كجندي وكيف وصلت إلى قمة الإمارة؟ كويس إنك سألتني يا أهاني. أنا ما سألتش يا جدع. صمتك سؤال جوايا. دي كانت رحلة عنيفة ومعركة جديدة قوي. أنا كنت قاعد في السوق بطمن على تجارتي اللي كبرت بفضل الله لخط من قدامي. مين يا أميرنا؟ جنرال أمريكاني. بنخسر جنرال. جنرال بنحبك بنحبك كجنرال. قرب هنا العب وعيش باتنين ونص ألوانك يا جنرال. العب يا جدعان يا جدعان يا جدعان. اسعاف يا جدعان، يا خالي حد يجيب لنا اسعاف. اسعاف يا جدعان، الجنرال بيموت. الجنرال مات. الدم ضرب في دماغي شبيه المدفع. رحت مخلص عليه، ومش بس هو، قتلته هو ورجالته واحد ورا التاني، وقدمت راسه بعد ما ذبحتها هدية للخليفة. وادي حكايتي مع الولاية. الله، حكاية جميلة جدا يا مولاي. يعني نقدر كده نعملها والعياذ بالله فيلم. سؤال أخير يا مولانا،
لماذا سميت بور عماد ببور عماد؟ كويس انك سألتني يا هاني. ايوه انا اللي سألته. مش في بور توفيق وفي بور فقد وفي بورتو سخنة؟ انت بتقطعني كتير يا سمير. لا اقصد سمو العمير، لا اقصد. انت عارف انا سميتها ليه بور عماد؟ على اسم الحبوب عماد ابن مسيد. بقول لكم ايه، مبروك عليكم. على ايه يا امير؟ احنا عندنا هنا في الولاية ما فيش حد بيقعد فيها من غير جواز، لازم تديها على طول، وكل واحد فيكو ليه اربع زوجات. الله اكبر ولله الحمد. ومش بس كده، انا منقهولكم على ذوقي تفصيل يعني. معلش يا مولانا، هو انت بتتكلم جد ولا ده اختبار قوة التحمل؟ انت ليه بتأكد الشكوك اللي جوايا؟ مش عايز تتجوز ولا ايه؟ لا لا لا، ما تشكش ما تشكش، انا بس قصدي يعني انا عن نفسي محتاج سنتين تلاتة اكون نفسي. يا جدع تكون نفسك ايه؟ انت ما قريتش شعارنا في الولاية؟ شعارنا في الولاية بيقول دبل في المنابل وقلب المحابل. ايه ده، العروسة حامل؟ عروسة حامل ايه بس؟ ده قصدي يقول لك يعني العكس في التاكس والمرته في قعر الحلقة. يا سيدي انا بكلم نفسي، انت بترد ليه؟ انا افتكرت بتكلمني. لا بكلم نفسي. ابو البراء احضر العرانيس. عرانيس؟ ده هجيب بانجو كمان. اهاني. ايوه. دبل في المنابل وقلب المحابل. حط التوابل. حاضر. الله، التلاتة اجمل من بعض. من بعض ايه؟ انت شايف حاجة؟ انا هاخد اللي على اليمين بمشيئة الله. يا ابن الابلسة، ده انا كنت حاطط عيني عليها، بس مش مهم، حلال عليك. لا حلال عليك. لا 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 حلال عليك. انا هاخد اللي في الشمال، اصلا انا بحب الشمال قوي. اتفضل انت، انا هقعد بس اقرا شويه وبعدين اجي انام. اوعى تضعف، اوعى تضعف، ما تغلطش. بقول لك ايه صحيح يا مدام هاني؟ مدام هاني؟ ارض اسود، ايه القمر ده؟ هو انت اسمك ايه؟ محسوبتك سالي. محسوبتك؟ واضح من الشبحانه اللي في كلامي كده انك مصريه. اه يا اخويا مصريه. بص حضرتك، يعني انا عايز افهمك ان انت مش مغصوبه على اي حاجه. يعني انت مش عاوز لا ده انا هموت. هو انا جرافيكس بس يعني زي ما تقولي كده، الجواز اللي حصل ما بيننا ده يعتبر باطل. يعني انت ستيل سنجل وانا ستيل سنجل، تقدري تكتبي كده على الاكونت بتاعك، مش هزعل طبعا. ليه يا اخويا، هو انا مش عاجباك ولا ايه؟ ده يا ستي انت قمر. بس زي ما تقولي كده، يعني انا عندي معتقدات غير المعتقدات اللي عندك، فلو حصل علاقه ما بيننا هيحصل مشاكل وممكن تبقى فتنه طائفيه. من الاخر كده، انا غير العالم اللي بره دي خالص، انا مختلف. مختلف؟ طيب مختلف. فهمت ايه دي؟ طب بقى بمناسبه الاختلاف بتاعك ده، ما تقول لهم يعني لو عايز حاجه. عاوز ايه؟ الله يخرب بيت قالك، هو انت هتجيبي لي مصيبه؟ يا ستي روحي نامي وخلاص. خش خش نامي لو سمحتي. الله يخرب بيتك، يعني هبقى مسيحي وشمال؟ انت مش عايزاهم يموتوني، انت عايزاهم يعملوا عليا تجارب. بقى يا سالي، جيت هنا ازاي؟ ولا انت مولوده هنا اصلا؟ انا كنت شغاله في جامعه الدول العربيه، وفي يوم حد من رؤسائي عرض عليا اشارك في مباحثات سلام، يا دوبك ساعتين بس، فطبعا رحت من غير مقابل مادي، واضح كده اني عجبتهم، فبعتوني لبنان عشان اكمل المباحثات. وهناك قمت من النوم اتخطفت وصحيت لقيت نفسي هنا. طب انت يا سالي ما حاولتيش تهربي؟ حاولت كتير، بس مستحيل انك تهرب من هنا لمساعده رجاله الامير. ده انا حتى كنت لسه شايفه ثلاثه حاولوا يهربوا، رجاله الامير حدفوهم من فوق العماره. من فوق العماره؟ تخيل. ده هنا اخر حلاوه، كفايه شجر. شجر ايه ونيله ايه؟ ده مفيش زرعه بانجو الواحد يلفها. هو ليه يا جماعه مفيش ارقام على الخيم؟ انا دخلت خيمتين غلط وكنت هتضرب. كويس انك جيت يا هاني، الباشا بيقنعني ليه هنقعد هنا ونستقر. طيب انت مستني ايه من واحد مجنون؟ فيها ايه يا هاني لما نعيش هنا؟ ده حتى هنا الجو جميل جدا. جو ايه اللي جميل؟ انا شعري باظ، مفيش هنا ولا شامبو ولا كونديشنر. البنت اللي انا متجوزها يعني بتحط على شعرها بطاس، يعني لو جبت لها كريم فيانسيه هتنبهر. هاني هاني لا لا ما تقلقش يا سمير. لا لا ما تقلقش يا سمير، احنا هنقعد بس هنستنى اللحظه المناسبه ونهرب. لا 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 قلت لك ما تقلقش. انا جعان. طيب تحب اروح اجيب لك اكل؟ لا انا قلت لمراتي تعمل لنا اكله شعبيه من الاكلات بتاعتهم بقى، بتاعت اوروبا،
اصلها لا مؤاخذه بقى هاني اجنبيه. اجنبيه؟ انا برضو مراتي طلعت اجنبيه. ما انا برضو اجنبيه بس شعرها بني وبيضة قشطه. وانا كمان يا سهاني مراتي بيضاء كاللبن الحليب وشعرها بني. ده الكلام ده عند اللبانين يا هاني. طب خد دي انا بقى عندها وحمه. لا لا عيب التفاصيل دي عيب. ما انت اخويا بقى الله لازم اقول لك. يا عبيد دي مراتك. مش مشكله. المفاجاه ليك يا هاني ان انا مراتي عندها وحمه. انا بقى الوحمه بقى ابيض في اسود وشبه التاكسي. زي التاكسي ما انا كمان. سكت ليه يا هاني؟ من سامع صوتك ليه يا هاني؟ لا هتكلم اقول ايه بقى؟ تكسب انت. هو نفس التاكسي. يعني ايه؟ يعني انا وانت شكلنا متجوزين نفس الواحده. ايه ده؟ يعني الامير بيوفر؟ لا ما تقولهاش. معنى كده ان في واحده وبتلف على الاماره كلها؟ اخلص. لفت عليا انا وانت بس. انت عملت حاجه؟ كان نفسي بس صعبت عليا نفسي. انا بقى اتفرجت وقعدت اعيط اعيط. دول توينز. ما قلنا لك اجانب. ليك الله بقول لك مراتي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فسق وفجور وحشيش. جبت الحشيش منين يا سمير؟ هنا يا سمير. ما جبتوش، هو اللي جه لوحده. ما تستهبلش يا سمير، الحشيش بيجي يا سمير. المدام يا سيدي هي اللي عامله الواجب ده. وبعدين عشان تعرف ان انت جاهل، ده مش حشيش، ده ويد. ويد ويد. اقعد بقى تلهي واقعد بقى، ما تطيرش الحجرين من دماغنا. انت هتطير حياتنا كلها. ربنا يهديكم ويرحمنا. يعني ايه قريه طويله عريضه ما فيهاش غير موبايل واحد ومع الامير بس؟ اه والعربيات مع القيادات. ما تتبطرش على عيشتك، ده انتوا احسن مني بكتير. على الاقل انت يا هاني المستشار الثقافي بتاعه، وانت الحارس الخاص. تعالى يا اخويا اشتغل حارس خاص ورا الامير. انا بقى واقف وراه في مره بيخطب ويقول لي لا مؤاخذه شد لي الجلابيه من ورا. طيب شغلك؟ شغلتي حارس خاص احرسه. مش عشان ما يموتش؟ ليه ان شاء الله هتقف في زوره. وانت يا استاذ هاني ايه مشكلتك؟ ده انت يعني مستشار ثقافي قد الدنيا. مستشار ايه؟ ده مشغلني معاه لبيز. وبعدين قلت له اوكي تمام، عايزني البسك سيبني البسك على ذوقي. افتح الدولاب بتاعه الاقي جلابيه خضراء بترتر ترتر. اه جلابيه بصلي وملسوعه بسجاره. ملسوعه بسجاره؟ قد كده اللسعه، ده غريب جدا. قلت له حضرتك الستايل بتاعك كله عايز يتضرب بالنار اصلا. ماله ستايل بتاع ميرونا؟ ماله ايه يا حبيبي؟ ده عامل ستايل شفيق جلال على عادل امام في الزعيم على ديكتاتور. ستايل واحد مكذوب من الاخر. محدش يتكلم كده، انه اميرنا. انا سامع خرفشه خروشه ورا. اه المدام يا سيدي عامله لنا فشار. والله العظيم ميرسي يا مدام. والنبي عاش. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري 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 كومار، سوي حسابات مرة تانية. لا لا ما في مشكل ما في مشكل كومار، انت يرجع تاني سوي حسابات براحتك. احلى مساء عليك يا زميل. مساء عسلات. ده بيأمرض على مراتك يا عم. ايام ما في امل بيبو. ان على الابو يأسك. ما في امل ما في امل ما في امل. اي حد توجبي معاه كده يا سالي. حي على الجهاد. يا نهار اسود، ده هتروح غزوة. هنروح غزة نعمل ايه؟ بقول لك هتحاربوا هتحاربوا. الله اكبر ولله الحمد. يا ابن المحظوظة شوف هتموت وتحارب، اهي جات لك اهي. جات لنا. مش علينا. يا اخوانا الناس دي لو مسكتنا بالحشيش ده هتفلقنا نصين. هو انت هتبلغ عننا؟ انت واطي للدرجه دي يا بيبو؟ انتوا مش محتاجين حد يبلغ عنكم، الريحه بلغت عنكم خلاص. لا يا جماعه. انا عايزكم في موضوع مهم. طب امسك الاول كده عشان. لا 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 ملوش في الويد هو. طب امسك موزه. جرايه هاني موزه ايه هاني؟ يا ابني انت هنا في خيمه اخوك. موزه ايه اللي خدها هاني؟ لا في ايه الراجل بيكرمك في خيمته يعني؟ هو انا ارده هاني مش عايز موزه هاني. خلاص يا سيدي بلاش موز، خد جوافه. الجوافه ده انا عندي برد. الله بلاش جوافه يا سيدي، انت عايز ايه؟ مش عايز انا. عايز ايه انت؟ عايز جوافه. انت عايز ايه؟ بس يا جماعه انتوا هنا في خيمه اخوك وعايز. انت ايه اللي انت عامل؟ انت بتكلم ايه؟ انت عايز ايه؟ مش عايز جوافه. الخيمه ما كانتش بنيها قرص وفرفشه كده بوصل ايه؟ هو ايه اللي قرص؟ هو احنا كنا قاعدين بنرقص لك. طب ما بنحشش عند اهلك انت، اتكلمت في ايه؟ احترم نفسك. طيب انت نفسك يا اخي. مش عايز موز. امال عايز ايه انت؟ مش عايز موز. عايز ايه؟ انا عايز استفندي. اتفضل يا سيدي الاستفندي واقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. خلاص خلاص بقى. الموضوع اللي انا عايزكم فيه يا جماعه مهم قوي. احنا لازم نلاقي طريقه نصاحب بيها الزفت الامير ده علشان يامن لنا ويخلينا نسافر مصر ونهرب من هنا.
انت مش ملاحظ حاجه؟ في تغيير كده في كلامه. الامير المعفن والكلاب اللي بره حصل تغير للشخصيه كده. ما خلاص يا جماعه، عرفت ان انا كنت غلطان ورجعت. في حاجه اهم من كده، انا جاي احذركم تاخدوا بالكم من الواد كمار. ليه يا فالح؟ اصل حاله ما في امل اتحولت لحاله اكتئاب حاد، فعايز ينتحر وعايز يموت الكفيل في الامير. هيموت الامير في الكفيل؟ الواد ده يا ابني من زمان وهو مخه تعبان ومفسفس، بس ربنا يستر بقى. يا بنت اللذينه، بتفكري في اللي بفكر فيه صح؟ قلت لك احنا هنبقى قابل هايل بس في مكان تاني غير ده. يا اسطى هاني، يا اسطى هاني احترم وجودنا يعني. استنى لما نمشي انا والاخ دوت وبعد كده بزعني في انت وهي في اي حته. عيب عيب تعملوا كده، عيب يعني عيب. ايه عيب؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ انا جات لي فكره دلوقتي جهنميه. احنا لازم نسخن الواد كومار دوت عشان يعمل اللي عايز يعمله ده بجد. يا عم هاني، يعني احنا هنستفاد ايه معايا الغلبان زي ده يموت نفسه؟ انا فاهمكم. احنا لازم نقنع الولد كومار دوت علشان يروح يقتل الامير، احنا بقى نحذر الامير وننقذه، ساعتها هيثق فينا ويخلينا نعمل العمليه بتاعت مصر. يعني موضوع كومار دوت جالنا على حجرنا. ده انت طلعت ده يا هاني. بسم الله. خلص يا ياسر، هو الامير. في يلا في ياض، انت مجنون. الاكل مشموم. احنا شفنا الواد كومار وهو عمال بيسم في الاكل. بيسم في الاكل. كومار انتوا متاكدين؟ طبعا متاكدين، ده انا شفته بعناية وانا واقف اصبن كده شطف في المواعين عمال يدس السم في الاكل. ابو البراءه نور امير، الحق كومار قبل ما يقط. قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. انتوا انقذتوا عمري، انتوا انقذتوني من الموت، انتوا انقذتوا البقيه من حياتي. ده كتير والله، يعني اربع جمل لنفس المعنى ده كتير. وبعدين يعني احنا مجرد اداه ربنا بعتنا علشان ننقذك. انت مبالغ يلا. ربنا يخليك، بس انا بحبك. انتوا عارفين انا اعمل لكم ايه النهارده؟ هعزمكم في التوته، الخيمه الملوك بتاعتي، هعمل لكم فيها وليمه ما شفتهاش ولا في الاحلام. احنا معاك في اي حاجه. شنو هالصداع يا المصاروه؟ يلا يلا خلونا ناكل يلا. طلبها ونالها يا سمو الامير. انا كنت حاسس ان الساغه دي هتبقى بتاعتي انا في يوم من الايام. كل كل. طبيب جراح قلوب الناس اداويها، يا مجراح قتلت اليوم اداريها. الله طبيب جراح، طبيب جراح. بيبو بيبو، هو الامير ده بيسخر الجن ليه؟ هو انت شفت حاجه ولا ايه؟ انا شايف كائنات عماله ترقص كده، مش فاهم ايه دي. طبيب جراح، طبيب جراح قلوب الناس اداريها. اجرف اجرف يا شقية أوي الأولانية. جورجو السوف، جورجو السوف يا جدعان، أجدع من المخدرات والبنجو. بس في حاجة كده يا سمو الأمير مع الرقاق شغلة بالك بقالها فترة. أنا أقول لك أهاني، أنا في مهمة ولازم أعملها وهي اللي شغلة دماغي. قول يا مولانا، احنا رجالتك. شايفين؟ احنا هنسرق صندوق تحيا مصر. اتسرفلت منه على الاخر. يا مولانا، صندوق تحيا مصر ده اسم مجازي. انت بتحرق دم يا اخي، انتوا عارفين مين اللي مكلفني بالمهمة دي؟ الخليفة، الخليفة ذات نفسه. قال لي يا ابو عماد انا مأمن فيك تسرق الصندوق، احنا جنودك يا منصور. ايه ايه منصور ايه؟ هو انت جميع في فيلم المصير؟ ما انا قلت يعني اقول الجمله دي اسخنه يعني واعممه كده. من بكره الصبح هتروحوا لابو البراء، هتاخدوا باسبورتاتكم منه وهترجعوا على لبنان، هتقابلوا رجالتنا هناك وترجعوا على مصر. شوفوا وشكم على خير يا جدعان، اسكت تنفذوا العمليه وتشرفوني. مع السلامه، توكلنا على الله. يا نهار اسود، نهار اسود ام نجيب. جماعه تانيه دي جايه تخطفنا بقى صح؟ وفي ايه؟ في لهوي دي؟ ده الراجل الكبير. نهار اسود ام نجيب. ايه ده؟ طب ايه؟ نقول لهم احنا معاكم. انا قلقان ليكون الامير وعرف اللي احنا هابقين. او جماعه تانيه وجايه تخطفنا، ما احنا خلاص بقينا ملطشه. خلاص خلاص، مشي مشي. استنى، ده مين اللي نازل ده؟ Thank you.
خال. يا ابني الابلسه يا خال. ازيك يا خال؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشت والله. ازيك يا صامر؟ ايش ياك والاناقه دي؟ ده انت بقيت انيق. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين اللي فاتوا. ايه اللي حصل يا خال؟ ياه على الاسبوعين اللي فاتوا اللي حصل. ايوه يا خال، ايه اللي حصل عشان احنا مستعجلين؟ وعشان انتوا مستعجلين يا ابني قلت ارمي لك اللي حصل كله في جمله واحده واقول لك يا سمير على اللي حصل لي في الاسبوعين اللي فاتوا. بعد اذن حضرتك يا حاج علي، ممكن تخلصنا بس عشان احنا جعانين؟ هو عنده زهايمر بالهداوه. بالهداوه مين ده يا سمر؟ ده بيبو، ده شكله بلاميط. تلك على حيمك يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين. خلاص بقى حضرتك يعني قول لنا على اخر حاجه بس حصلت لك. يا سمير على اخر حاجه حصلت لي. يا خال بسرعه يا خال، احنا ورانا مشاوير، ما تحرجنيش مع اصحابي. فاكر ليزا؟ ليزا اللذيذه. لذيذه ايه يا كلب؟ دي بقت مرات خالك والمصحف. وجبت منها ليلى. والله العظيم أيوه. ده انا سايبك من اسبوعين جبت ليلى. كل حاجه هنا بسرعه يا سمره. فكك بقى يا خال من ليزا والكلام دوت، يلا بينا يا خال. على فين يا حبيبي؟ على فين ايه؟ على مصر. مصر. لا انا ستي هير. ستي هير؟ ستي هير. ايه؟ ستي هير. ده الكلام اللي بتقوله ده يا حاج علي؟ بالسلامه، خد بالك من بلاميطه. يلا يا لوزه. لوزو يا خساره يا حاج. انا هرجع مصر اقول لهم علي الطيب مات. علي الطيب مات. مات والدفن. مات والدفن. انا نفسي اشرب حمص الشام. ما تقلقش هنشربه لما نروح الكورنيش باذن الله. نفسي هفاني على